مهرجان كان السينمائي. قد تكون هوليوود هي المكان المثالي لصناعة الأفلام الضخمة بمختلف أنواعها والتي قد تتوج لاحقا بجائزة الأوسكار، ولكن مهرجان كان هو المكان الأمثل ليس لمتابعة تجارب سينمائية من كل أنحاء العالم فحسب، بل إنه المكان المثالي لاكتشاف النجوم والمواهب. فمهرجان كان هو المهرجان الوحيد الذي يجمع كما هائلا من سينمائيي العالم في مكان واحد. مهرجان كان السينمائي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم. تأسس في عام 1939 ويقام في كل عام عادة في شهر أيار بمدينة كان في جنوب فرنسا في قصر المهرجانات في شارع لاكروازيت على سواحل خليج كان. انطلقت الدورة الأولى للمهرجان في الأول من شهر سبتمبر عام 1939، ولم يكد أن يدخل المهرجان فعاليات يومه الثالث حتى نشبت الحرب بين فرنسا وبريطانيا من جهة وبين ألمانيا من جهة أخرى، مما أدى إلى تأجيل المهرجان وتعليقه إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب الدائرة. وكما هو معلوم تطورت تلك الحرب واستمرت لتكون ما عرف فيما بعد بالحرب العالمية الثانية التي انتهت في نهاية العام 1945. واحتاج الأمر إلى سنة ليعود بعدها المهرجان للظهور من جديد في منتصف عام 1946، العام الذي شكل الانطلاقة الحقيقية لمهرجان كان السينمائي. الجدير بالذكر أن المهرجان توقف في دورة عام 1948 ثم مرة أخرى في دورة عام 1950، وذلك لظروف تمويلية مادية، وأيضا في دورة 1968. لقد مثلت الدورات الأولى للمهرجان حدثا يرتاده المجتمع المخملي، وكانت كل الأفلام تقريبا تحظى بجوائز تقديرية، غير أن قدوم النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء العالم أمثال غريغ دوغلاس، صوفيا لورين، بريجيت باردو، كاري جرانت، رومي شنايدر، ألان دولون، سيمون سينيوريه وجينا لولو بريجيت، بالإضافة للحملات الإعلامية المتنامية التي حظي بها المهرجان ما منحه شهرة عالمية. أنشأ جيل جاكوب سنة 1998 السيني فونداسيون، وهي جائزة تمنح للأفلام القصيرة والمتوسطة الطول من معاهد السينما من مختلف أنحاء العالم، وتم تطويرها سنة 2000 من خلال افتتاح الريزيدنس، حيث يقوم المخرجون الشباب بكتابة سيناريوهاتهم. ثم سنة 2005 تم افتتاح ما يسمى بالأتوليه الذي يساعد قرابة 20 مخرجا سنويا على إيجاد تمويل لأفلامهم. والجدير بالذكر بأن عملية فرز الأفلام المشاركة تخضع لضوابط فنية دقيقة، حيث يصل إلى إدارة المهرجان أكثر من 2000 فيلم ولا يحظى باجتياز الاختبار سوى 20 فيلما ليتنافس على صعفة المهرجان الذهبية، كما يشترط أن يكون عرض الفيلم هو العرض العالمي الأول. لا يقتصر دور مهرجان كان السينمائي على استضافة وعرض الأفلام المرشحة، بل يتجاوز ذلك بكثير من خلال إقامته لعديد من الفعاليات السينمائية الجديدة التي كانت تتم إضافتها في كل عام، والتي تضمن عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية من خلال تظاهرات عدة، من أبرزها أسبوع النقاد، سوق الفيلم، نصف شهر للمخرجين، ركن الأفلام القصيرة، وسينما العالم. في كانون الثاني من عام 2014 عينت إدارة المهرجان بيير لوسيير رئيس لمهرجان كان ليخلف جيل جاكوب الذي عين رئيسا فخريا تقديرا لإنجازاته وعطاءاته التي قدمها في سبيل تطوير وضمان استمرارية نجاح هذا المهرجان.
ما يميز مهرجان كان السينمائي عدم خضوعه للذائقة العامة أو لقاعدة معينة، ومن غير الممكن أن تعرض فيه أفلام تجارية. فهناك بحث دائم عن سحر السينما الحقيقي في كل مكان في العالم، حيث الصراعات، المعاناة، البطالة، الحب والطفولة. فدائما ما يسعى إلى تسليط الضوء على هذه التجارب الإنسانية وأساليب طرحها المختلفة. الأفلام التي حصلت على جائزة السعفة الذهبية في آخر 10 سنوات هي بدءا من عام 2006 The Wind That Shaped the Barley، 2007 Four Months, Two Weeks, Two Days، 2008 The Class، 2009 The White Ribbon، 2010 Uncle Ponme Who Can Recall His Past Lives، 2011 Tree of Life، 2012 أمور، 2013 لافيدي أديل، 2014 وينتر سليب، 2015 ديب بان.